بص ده بقى بالصورة شبيهة بوتريكا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث النشطاء عن حالة ده مجند حقيقة، ده شاب بسيط حياته اتدمرت بسبب صورة، متبهدل مقادة بسبب صورة، ده ولد مجند شبه أبو تريك. فاللي بعت اللي بقى واضح انه حد قريبه مش عايز يقول، هو ملوش ذنب، اهله مش بيشوفوه كل فين وفين عشان شبه نجم الكورة، يا ريت تنشر الصورة ويا ريت تساعدوه، نصيبه ان هو شبه أبو تريك ومتجند، فالقادة مكفرين سيئاته. ما هو تريكا أبو تريكا شخص حقيقة خاين وعميل للبلد. فالراجل ده قال لك حياته متدمره، على مش بينزلوه كل فين وفين والقدم مستقصدينه وبتاع عشان شبه ابو تريكا. يا نال عقاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كندي شبيه ابو تريكا. اللي انت قلتوا عليه شبيه ابو تريكا. فخر ليا وشرف ليا انني شبه انسان محترم محبوب زي النجم محمد أبو تريك، والحمد لله أنني جندي في القوات المسلحة المصرية، بحمي أهلي وبحمي الناس اللي بحبهم، وأتمنى أموت شهيد فدا للوطن، وأتمنى جسمي ده يكون حبة تراب فدا للوطن، لو في نقرة في وطني مفقورة يسدوا جسمي به التراب بتاع جسمي، واتمنى من كل قلبي ما حدش يتكلم عليا اي كلمه زي الاستاذ اللي اتكلم عليا من شويه. انا مشكلتي اللي انا ماليش في النت وماليش في الحاجات ديت، ما بحبهاش، فانا ما كنتش بعرف اطلع اعلق، ما بعرفش اطلع اتكلم، وانا زي اي عسكري في القوات المسلحه، مش احسن مني ولا هو اقل مني، لا، والحمد لله محبوب في وسط زمايلي ومحبوب في القاده حابيني، والحمد لله محدش قال عليه مقادة ولا إرهابي ولا مش إرهابي، هو أنت اللي طلعت عليه إرهابي وأنت اللي بتقول عليه، وهو شخصية محترمة وشرف ليا واحتراما ليا نجم محمد أبو تريكة على دماغي من فوق، وأتمنى من كل قلبي محدش يتكلم أي كلمة عليا من غير ما أوصلها له، حتى لو حد من أهلي بلغك رسالة زي دي وأنت قلتها يبقى أهلي ده أنا ما بحبوش ولا هو بيحبني، عايز يأذيني بيكذب، لو واحد من اهلي هو اللي قالك الكلام ده يبقى هو كذاب مش صادق. انا الحمد لله جيشي ماشي ومتصرف اموري، واتمنى من كل قلبي ان انا اموت فداء للوطن ده، واتمنى من كل قلبي ما عادش حد يقول على لساني اي حاجه، علشان انا لو مت او لحست تراب بتاع مصر مش هزعل، علشان انا مصري وعايش في البلد دي علشان خاطر اهلي وعلشان خاطر الناس اللي بحبهم ما يتأذوش ويشحططوا في بلاد العالم. ازيك يا شكرا، السلام عليكم. شكلك وحش قوي يا معتز، بجد انا مكسوف لك، وانت عمال تحرق في دمك كده وتكتب وتكذب وتحرق في دمك، وياريتك بس بتكذب، لا وكمان معاك فريق اعداد فاشل، قبل كده قلت معلومات كلها كدب على دكتور هشام عاشور والراجل طلع كدبك. والله يعني انا اتفاجئت قوي بفيديو ظهر على اليوتيوب وذكر ان دكتور هشام عاشور ضحيه، يعني شعرت بالاسف والاسى، لان العنوان ده ملوش علاقه بالمضمون بتاع الفيديو. ربنا كرم هشام عاشور ليه؟ عشان ربنا نجاه من المنظومه الفاسده اللي في مصر. فانا مرضاش ان انا اكون ضحيه، وما كنتش ضحيه، انا خرجت من مصر تحت ظروف معينه، والكلام ده اساسا من 20 سنه. شكلك وحش قوي يا معتز، بينزلوه كل فين وفين والقدم مستقصدينه وبتاع عشان شبه ابو تريكه، واتمنى من كل قلبي ما حدش يتكلم عليا اي كلمه زي الاستاذ اللي اتكلم عليا من شويه. ودي واحد تاني هو بيكدبك، بجد شكلك وحش، بس للأسف المنحطين دايما بيحتاجوا يكذبوا عشان يعرفوا يعيشوا. اخس يا معتز، كنت فاكرك إعلامي، بس للأسف مفيش إعلامي مش بيتأكد من مصادره، يبقى اتأكد من مصادرك وحاول تغير فريق الإعداد. الجيش الإلكتروني ادعى وهاجم وقال إن نشرنا كلام فيه كذب وتدليس. لا وكمان كذاب وبجح، لا الراجل قال كده. فأنا مرضاش إن أنا أكون ضحية، وما كنتش ضحية، أنا خرجت من مصر تحت ظروف معينة،
والكلام ده اساسا من 20 سنة. وانت قلت كده ربنا كرم هشام عاشور ليه؟ عشان ربنا نجاه من المنظومة الفاسدة اللي في مصر. اتأكد من مصادرك، اخس عليك يا معتز، اخس.